العشوائيات أصبحت خطراً حقيقياً على مدن محافظة واسط بعد زحفها على المساحات والمناطق الخضراء والأراضي المخصصة كمبانٍ عامة، وقد أوقفت مشاريع مهمة على لائحة الإعمار. بعد السقوط زادت أعداد المتجاوزين نتيجة عدم توزيع قطع الأراضي وقصور هذا في جانب الدولة اتجاه المواطنين. أي قانون ماكو لحد الآن، وهاي يجون دعاية انتخابية، يجون للناس نملككم نملككم على أساس يحصلون أصواتهم مال الانتخابات. الحكومة تعد قانونا لتمليك العشوائيات لقاطنيها دون دراسة خطورة هذا القرار وما يفتحه من باب الرشا والمحسوبيات، إضافة إلى فتح الباب لتجاوزات جديدة. سوف يتم إعداد تصميم قطاع لهذه المنطقة، وسوف يتم تقديم طلبات رسمية استنادا إلى قرار 418، والذي حدد بموجبه إكمال المسح والتصميم استنادا للقرار 904. حل أزمة العشوائيات لا يكون بإصدار قرار بتمليكها لقاطنيها لما في ذلك من تشجيع على التجاوز، وإنما يكون ببناء وحدات سكنية رسمية وتمليكها لقاطني العشوائيات. تمليك العشوائيات هو قرار غير صائب. بدل ما أنه تملك العشوائيات، ابني مجمعات سكنية واطئة الكلفة هذه للفقراء، أو توزيع أراضي سكنية بطرق صحيحة. تمليك العشوائيات بهذه الصورة راح يولد مخاوف للمواطنين بالمستقبل، انه راح اكثر من مواطن يبنون بقطع بمناطق عشوائية، راح يشجعهم هذا الشيء. المناطق العشوائية ادت الى التخلف، ادت الى كثرة السرقات، ادت الى كثرة حالات القتل، ادت الى المخدرات. لان اليوم اللي قاعد بمنطقه عشوائيه لا عنده باب رزق، لا عنده اي شيء. قرارات ارتجاليه تتخذ دون تخطيط فاقمت ازمه العشوائيات وشوهت معالم المدن وعقدت مشكله التخطيط والعمران على اسس صحيحه.